السلام عليكم وتبارك الله عليكم. واحد الرسالة هذه موجهة للملولي رشيد اللي بغى يدابز مع ريكو. والله الملولي شت هذه وتجي عندي، ماذا بك إلا جيت الوجدة؟ إلا تعرف شي القوايم ديالك تطبلو أخويا. واش داك الشي ريكو انت لعبي قدام داركم أخويا؟ واش داك هذه بصح اللي بغيت نقول لك، ما تهمنيش انت، يهمني هذاك اللي هضرت هو ولد كازا ولا اللي قال لك اودي انا نطيحك بالكاو في الروند الاول وكذا، فهمت؟ علاش العرب ما طلعوش هذا الميساج هذا العصا؟ علاش العرب ما طلعوش وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مهم هاد الامه هذه شي حاضيش. انت بغيت دير البوز ولا بغيت دير طوندوز ولا ديك طوندوز اللي يحسنوا بها ولا واش هي، وبغيت طمر واحد السيد اللي بعيد اخويا، شغلك هذاك؟ بغيت تموت بغيت تنتحر؟ علاش هذاك درك ولا يعارضك انت غير في المغرب وبغى قال لك انا ندير لك ونفعل لك ونطيحك بالكا؟ واحد السيد اخر مشى لهذيك شوف ما نعرف ودار واحد الفيديو، علاش العرب ما طلعوش؟ اسيدي خليني هذا الملولي خليه سي زهره، وإلا جاب له الله هذاك السيد غير شافو وسخف مات تموت الله وحسبوه بلي الملولي طيحو ودار لاباس وفرط للزمان، قلتلك علاش العرب شي حاضي شي وبعد ما يتفرحش؟ الله يجعل ربي يبعد علينا شر الخلق وكل واحد يبعد صاحبه ويخلي بنادم دار واحد الأمنية في حياته وبغى يدير هاد الطوندوز ديال الحسنة ولا طوندوز ديال الإشهار ولا خليه. واش داك اخويا انت تنقز عليهم كازا ولا مين عاود تقول له انا نقتلك وندير لك ونطيحك في الروند الاول؟ خليه بعدا هو يربي الريش وانت شوف كي دير. وتحياتي، وهذا الميساج هذا بارطاجي وابوني وشكرا وتبارك الله عليكم.